الوقت. أنا سعيد جدا لصدور المرسوم الذي ينشئ اللجنة الانتخابية، وعلينا الآن أن ندفع باتجاه تبني سجل انتخابي جديد. إن المشوشين على العملية الانتقالية لا يزالوا نشطين، ومن الواضح أن هناك عناصر رئيسية لم تستوعب انتقال اليمن نحو الاستقرار ولا تدعمه، ومع استمرار العرقلة يتوقع اليمنيون من مجلس الأمن أن يراقب المعرقلين عن كثب وأن يحاسبهم. إن كل ما سبق يجري على خلفية اقتصادية هشة وأزمة إنسانية حادة، فنصف السكان تقريبا لا ينعمون بالأمن الغذائي، وعدد الذين يقفون على حافة المجاعة مثير للقلق. بينهم 250,000 طفل يعانون من سوء التغذية. وإذ نشيد بالتزام الدول المانحة وشركاء اليمن بتقديم 7 مليارات ونصف مليار دولار لمساعدة البلاد على النهوض، فإن خطة الاستجابة للحاجيات الإنسانية في اليمن لم تمول إلى اليوم سوى في حدود 57%. ولذلك فإن التزام شركاء اليمن ضروري لكي يلمس اليمنيون تحسناً في حياتهم اليومية. لقد كنت بجانب الأمين العام في اليمن في احتفالات الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية نقل السلطة، وقد شدد الأمين العام على أنه لن يدخر جهداً لضمان دعم الأمم المتحدة الكامل لمسيرة الانتقال المميزة في اليمن. سنواصل العمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن والذين يتبنون موقفاً موحداً إزاء اليمن، كما سنواصل العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع بقية الشركاء الدوليين لدعم الانتقال السلمي في اليمن طبقاً لقرار مجلس الأمن 2014-2051.